السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. نتمنى تكونوا بصحة جيدة وعواشركم مبروكة. إذا كنت أول مرة تشاركوا في القناة أو تشاهدوني، نتمنى أنكم تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. أما الوصفة ديالنا ديال اليوم هي عبارة عن قرص اللي تيجي مخفف بحال القطن وبنان بزاف، ننصحكم أنكم تجربوهم. وإذا كانت هذه الوصفة هذه كتهمكم، نتمنى انكم تشاهدوها للنهايه. والان غادي نمروا لتحضير الوصفه. المقادير اللي غادي نحتاجوا لتحضير هذه الوصفه هي: عندي هنا كيلو ديال الدقيق الفرص، الدقيق الابيض، عندي ساشي من خميره الحلويات اي ما يعادل 11 غرام، عندي كذلك الملح، عندي جوج كيسان صغار من سكر سنيدة او 200 غرام من سكر سنيدة، عندي 100 مللتر من زيت المائدة العادية او كأس صغير يعني كأس ديال الشاي. هنا عندي زوج معالق صغار ديال خميرة الخبز، عندي زوج بيضات، هنا عندي معلقة ونص كبيرة ديال النافع اللي مطحون وماشي مغربل يعني يطحنتو صافي، عندي 3 معالق ديال الزبدة اللي كتكون بدرجة حرارة المطبخ، 4 ديال المعالق من ماء الزهر، وكاس كبير ديال الحليب اي ما يعادل 200 مللتر. وغادي نضيف كذلك هنايا انا نصف كأس من الماء اي ما يعادل 100 مللتر. الماء والحليب كيكونوا دافين، ولكن يعني الماء من الاحسن ما تضيفوش حتى تشوفوا العجينه ديالكم والدقيق واش كيشرب ولا لا، على حسب الدقيق، لانه كيكون بعض المرات الدقيق اللي تيشرب وكنحتاجوا اننا نضيفوا فيه السوائل بزاف، وشي مرات يعني كيكفينا غير هذاك الماء ديال هذاك الكاس ديال الحليب وهذاك الماء الزهر يعني كيكفيونا باش نجمعوا هاد العجينه. اول حاجه هنا غادي نقوموا بها هي نخلطوا جميع المواد الجافه، اي الدقيق والخميره ديال الحلويات النافع والملح والسكر، كان يعني كنضيفهم تما. ومن بعد عاد غادي نضيفوا خميره الخبز ونحركوهم واحد شويه، عاد نبقاو نضيفوا البيض والزيت والحليب وماء الزهر. هنايا الزبده ما غاديش نضيفوها في هذه المرحله هذه، يعني حتى نخلطوا العجينه ديالنا ونحصلوا على واحد العجينه اللي هي متماسكه عاد غادي نضيفوا الزبده في المرحله التاليه يعني تاع العجينه. هنا كما كتلاحظوا معايا في الفيديو يعني وضعت المواد الجافه والخميره، وهنايا ضفت البيض وغادي نحركوا واحد شويه، وغادي نبقى نضيف الزيت، ومن بعد ضفت ماء الزهر والحليب، غادي نبقى نضيفه بشويه بشويه باش تجمع لنا هاد العجينه. ومن بعد عاد ضفت الماء يعني الماء نصف كاس كما قلت لكم يعني على حسب نوع الدقيق، وكنبقاو نضيفوا هذاك الحليب شويه بشويه والماء حتى هو حتى نحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون متماسكه ولينه. ما غاديش نجيو نضيفوا كاس ديال الحليب مع الكاس ديال الماء حتى نحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون جاريه، ولهذا يعني نخدموا غير بشويه علينا. هنا نبقاو نضيفو الماء بشوية بشوية كما هو موضح في الفيديو حتى نحصلو على واحد الكرية ديال العجينة، وغادي نضيفو هاديك الزبدة. كما هنا موضح يعني انا استغن كاس ديال الماء حتى حصلت على واحد العجينه، ومن بعد هنايا عاد غادي نضيف الزبده. والزبده ما غاديش ندخلوها مزيان في العجينه يعني غادي غير واحد شويه، ما غاديش ندلكوها في هذه المرحله، لاننا غادي ندخلوا هاد الزبده في العجينه ونخليوها ترتاح للمده ديال 15 دقيقه اي ربع ساعه. نتمنى انكم تجربوا هاد القرص هادو بهاد الطريقه باش تحصلوا على واحد النتيجه رائعه.
هنا من بعد ما وضعت هذيك الزبدة صافي هنايا غادي نشكلها على كرية يعني ونخليها ترتاح لمدة ديال 15 دقيقة باش تسهل علينا في الدليك. وغادي نغطيوها ونخليوها ترتاح لمدة ديال ربع ساعة. هنايا من بعد ما مرت المدة ديال ربع ساعة غادي ندلكوها جيدا في هذه المرحلة هذه. هنا من بعد ما دلكنا العجينة ديالنا انا دهنت هذا الاناء هذا وضعت فيه الكرية. هنا من بعد ما دازت المدة غادي نخليها تخمر لمدة ديال ساعة. هنايا من بعد ما دازت هذيك المدة ديال ساعة والعجينة ديالنا يعني خمرت لنا مزيان صافي هنا غادي نوضعها فوق سطح العمل اللي رشيتو شوية بالدقيق وغادي نمر باش نحضر كريات ديال العجينة على حسب الكليمو على حسب الحجم ديال الكليموتين. ومن بعد ما غادي نوجد يعني هكا واحد يعني نكمل العجينه ديالي كامله ونديرها كريات غادي نمر باش نقرصهم غير واحد شويه كما هو هنا موضح في الفيديو يعني ما غاديش نقرصوهم بزاف يعني هكا واحد شويه باش نعطيهم واحد الحجم اللي هو متساوي. ومن بعد غادي نوضعهم في صينيه الفرن حيت من بعد ما يخمروا ما غاديش ما خاصناش نحاديو فيهم باش ما يتفشوناش هاد القرص هادو ديالنا كيبقاو هكا خامرين وهشاش يعني كنديروهم مباشره نقرصوهم في الصينيه. ومن بعد ما غادي نوضعوا جميع القرص ديالنا في الصينيه غادي نمروا باش ندهنوهم بصفار البيض. انا هنا صفار البيض خلطته غير شويه مع تاع الحليب وصافي. ويمكن لكم تزينوهم بالزنجلان او بالسكر يعني الخاص ديال البريوش. انا فضلت هنايا نستعملهم يعني الزنجلان باش نحافظ لهم على هذيك النكهه المغربيه ديالهم. ومن بعد غادي نخليهم يخمروا مده ثانيه على حسب ساعه كذلك او 45 دقيقه على حسب المطبخ سخون ولا بارد. حيت الا كان المطبخ سخون يعني نصف ساعه كافيه ولا كان يعني في الحال بارد يعني من الاحسن اننا نخليوهم واحد الساعه باش هكا يخمروا على خاطرهم. وغادي ندخلوهم للفرن مسخن على درجه حراره 180 درجه ونخليهم يطيبوا حتى نشوفوهم حمارونا مزيان. وهذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. نتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم. اذا كان عجبكم ما تنساوش الاشتراك في القناه وتشاركوه مع احبابكم وصحابكم. وانا نضرب لكم موعد في وصفات اخرى باذن الله. الى اللقاء.